قراراتكم لإلغاء عقوبة الإعدام، هناك رأيين متعارضين، في رأي متمسك بهذه العقوبة باعتبارها عامل ردع كبير، وفي رأي آخر يمكن تتبناه المنظمة وهو إلغاء هذه العقوبة. يعني في خلال السنوات الماضية حوالي 30 أو 40 سنة ماضية أجريت عديد من الأبحاث والدراسات، وكل هذه الأبحاث تشير تقريبا بلا استثناء إلى أن عقوبة الإعدام ليست عقوبة رادعة، وأن معدلات ونسبة الجرائم ليس لها أي علاقة بوجود أو بإلغاء عقوبة الإعدام. فيعني إبقاء عقوبة الإعدام على أساس أنها عقوبة رادعة أعتقد ملوش أي أو ما فيش أي دليل عليه من البحوث والدراسات. فتبقى بقى يعني مسألة الانتقام ومسألة إن إذا من قتل يقتل. ودي أعتقد يعني في العهد عندنا في الشارع الإسلامي من قتل يقتل، يعني لأن مسألة العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. أعتقد إن دي يعني كانت القرآن في الحالة دي كان بيتكلم على الأولد تيستمنت، وكان على بني إسرائيل، ما كانش بيتكلم على المسلمين. والله مش عارف، هو يحتاج الأمر العودة إلى رأي رجال الدين في هذا. اسمح لي أنقلك إلى موضوع يعني اللي أنت بتدرسه، علم الجريمة. يعني أليس غريبا أن يكون للجريمة علم؟ لا أبدا، الجريمة ظاهرة اجتماعية. وأي ظاهرة اجتماعية أو أي مشكلة اجتماعية حلها يقتضي دراسة وأبحاث. ولهذا السبب تكون علم اجتماعي يسمى علم الجريمة، يبحث في أسباب الجريمة، طرق مكافحة الجريمة، طرق منع الجريمة. لأن تبين تماما أن القانون أو قانون العقوبات بالذات أو العقوبة أو الردع أنها ليست وسيلة فعالة لمكافحة أو منع الجريمة. وعندما ننظر إلى البلاد اللي بتستعمل يعني ما زالت عقوبات قاسية جدا زي الولايات المتحدة، نجد أن معدلات الجريمة فيها أعلى من أي دولة أخرى. وأعتقد أن ده أفضل دليل على أن الحل، حل مشكلة الجريمة مش بمسألة العقوبة أو مش بمسألة القانون الجنائي. وده كانت يعني هي دي المسألة شخصية، خبراتي الشخصية لما كنت وكيل نيابة في اسكندرية في الخمسينيات، وعرفت ده، وعرفت ان القانون الجنائي مش هو اللي هيحل مشكلة الجريمة. يعني يمكن الظروف الاجتماعية، الظروف الاجتماعية هي يعني الأهم. لازم حلول جذرية تصل الى جذور المشكلة. مش حلول سطحية. يعني أدي سيادتك مثال بسيط لحاجة دي، زي ما يكون عندك صداع وتاخد قرص أسبرين أو مسكن. يمكن الصداع يتحسن، يمكن ما يتحسنش، لكن هيرجع تاني لأن الأسباب قائمة. طب دكتور، هو علم الجريمة هو نفسه علم الإجرام؟ يعني ترجمة مختلفة. هو طبعا بالإنجليزي اسمه كريمينولوجي. والبعض يترجمون الكريمينولوجي بعلم الجريمة، والبعض يترجمونها بعلم الإجرام. دكتور عزت، أنا أعرف أن لك تخصص أو رسالة دكتوراه فريدة من نوعها، يمكن تكاد تقول هذه الرسالة أن الضحية تدعو المجرم إليها. يعني هو الرسالة كانت في إيه الموضوع بالضبط؟ الرسالة كانت في فرع من فروع علم الجريمة اسمه فيكتيمولوجي أو علم الضحية. علم الضحية. وده يعني فرع جديد حديث. و إزاي يعني الفرع ده جه أو طلع؟ إن في أغلب الجرائم إن في متهم أو في جاني ومجني عليه، في مجرم وفي ضحية. الدراسات اللي حصلت في علم الجريمة في السنوات الأولى لهذا العلم كان كلها مركزة على المجرم. كل الأبحاث لمعرفة أسباب الجريمة كانت تدور حول المجرمين، حول الجاني فقط.
لمعرفة إيه الخصائص المميزة، إيه الـ يعني الباك جراوند، إيه أسباب ارتكابه لهذه الجريمة، لغاية ما في عالم ألماني كان عايش في أمريكا لفت النظر إلى أن مش ممكن نفهم الأسباب الجريمة، ومش ممكن نفهم ليه الجريمة دي وقعت في الوقت ده في المكان ده ضد الشخص ده إلا لو درسنا كمان الشخص الآخر، لأن في يعني كثير من الحالات الجريمة بتبقى رد فعل، بنقول في الإنجليزي it's not an action it is a reaction. فإذا كان كده يعني عايزين نعرف إيه السلوك بتاع الشخص الآخر اللي أدى المجرم إلى الاعتداء عليه أو أدى المجرم إلى قتله أو يعني نستطيع أن نقول أن أحياناً الضحية تدعو المجرم إلى ارتكاب جريمته ضدها نفسها. الدعوة دي كان يعني ممكن تاخد أشكال مجازي يعني أو يعني أشكال مختلفة، لأن في جرائم الاعتداء على الأشخاص يعني ما فيش واحد يعتدى عليه بدون أي استفزاز من ناحيته أو أي حاجة من يعني إلا لو كان طبعا الشخص اللي بيعتدي ده شخص مختل عقليا ولا عايز يسرق أمواله أو حاجة دي، لكن أغلب الجرائم التانية يعني في دوافع، والدوافع دي هي بتحصل من الاحتكاكات ومن المعاملات، ولهذا السبب يعني نجد أن في أغلب هذه الجرائم في علاقة شخصية بين المجرم وبين الضحية، ونسبة هامة من هذه الجرائم تقع في العائلة نفسها أو بين أشخاص يعرفوا بعضهم أو أصدقاء أو جوار أو بيشتغلوا مع بعض. طب نلاحظ دكتور حالات بيكون فيها يمكن الخلل العقلي أو النفسي لدى المجرم هو السبب، يعني مثلا وهذا بنراه حتى في بعض الأفلام البوليسية والمسلسلات البوليسية، بنجد واحد تستهويه الفتيات الشقراوات على سبيل المثال فلا يقتل إلا شقراء مثلا، ففي هذه الحالة ربما يختار ضحية غريبة عنه ولا تربطه بها أي علاقات، دي حالة يمكن مختلفة عن حالة علم الضحية. لا طبعا في حالات ما فيش أي علاقة بين الجاني والمجني عليه، ولكن دي يعني أقلية مش الأغلبية. الأغلبية الحالات إن في علاقة، وخاصة في جرائم الاعتداء على الأشخاص سواء القتل العمد أو الشرف القتل أو الإيذاء الجسدي. بخصوص اختيار الضحية، لأن يعني في جرائم معينة الشخص بيعمل اختيار، إذا كان واحد بيقتل مراته أو رفيقته مثلا دي شخص واحد ممكن ان هو ينقتل هو الشخص ده، لكن اذا كان واحد بيقتل علشان خاطر يسرق يعني ممكن في اشخاص كتير ممكن الواحد فايه السبب ان هو بيختار شخص معين مش شخص اخر. دي برضو حاجه مهمه في دراسات وابحاث علم الضحيه. او اذا كان واحد بيسطو على بنك ليه بيختار البنك ده بالذات؟ أنا كنت عايز أسألك إن أحيانا الضحية بتكون المكان. المكان وكمان بنجد إن في عدد كبير من الحالات يعني الضحية متكررة، يعني في أشخاص معينين بيصبحوا ضحايا كثير من المرات، وساعات هو نفس الجاني هو اللي بيعتدي عليهم مرارا وتكرارا. أحيانا واحد يختار كبار السن مثلا أو بس دي كمان يعني برضو حاجة استثنائية، لأن الأبحاث اللي عملناها في علم الضحية وجدنا أن أغلب الضحايا صغار في السن، من سن مثلا 12 لحوالي 25 أو من سن 14 ل 30 سنة، في حين أن الناس اللي هم 60 سنة 65 سنة 70 سنة دول نادر أنهم يعتدى عليهم، لأن أسلوب حياتهم ما بيعرضهمش للاعتداء، ما بيعرضهمش انهم يصبحوا ضحايا للمجرمين. طب دكتور يعني لماذا او كيف توصلتم الى تحديد مجال هذا العمر من دراسات على ضحايا حقيقيين؟ لان في من حوالي 20 سنه دلوقتي بصفه مستمره
في أمريكا وفي كندا وفي بعض الدول الأوروبية، في دراسات victimization studies نسميها احنا في علم الضحية، دراسات حول الضحية، حول الضحية. أيوه. ودي بطريق سؤال أشخاص عما إذا كانوا أصبحوا ضحايا وإمتى وإزاي ومين اللي اعتدى عليهم، في أنواع مختلفة من الجرائم. وبناء على المعلومات من هذه الأبحاث أصبح من الممكن أن احنا نشوف الخصائص المميزة لضحايا الجرائم المختلفة. فوجدنا ان يعني في مجموعات من السن، وزي ما قلت انا خصوصا مجموعه السن ومن 12 ل 25 او 14 ل 30، والغريب في الامر ان هي دي المجموعه اللي كمان بتكتكب جرائم اكثر من اي مجموعه سن اخرى. فهي القاتل والضحية، وهي القاتل والضحية. وده بسبب برضو ان هما يعني علشان خاطر العلاقات وعشان خاطر المعاملات، فالناس بتتعامل مع اشخاص من نفس طبقتهم، من نفس جنسهم، من نفس سنهم. دكتور، يعني ايضا هناك شرائح اجتماعية معينة هي بنجد فيها ضحايا اكثر من شريحة اجتماعية اخرى، نفس الشرائح اللي بنجد فيها عدد كثير من المجرمين سواء الأحداث أو غير الأحداث، هي نفس هذه الشرائح اللي بنجد فيها الضحايا. الضحايا أيضا. طب دكتور، باعتبارك مارست عملك كوكيل نيابة، ما هي أبرز وأغرب القضايا اللي قابلتك في حياتك سواء كأستاذ في الجامعة أو كوكيل نيابة؟ طبعا يعني كان في قضايا كتيرة، لان انا اشتغلت حوالي 13 سنة في النيابة في مصر قبل ما اروح اوروبا وقبل ما هاجر لكندا. بس يعني القضية صحيح اللي علقة في ذهني كان قضية امتحانات الثانوية العامة في سنة من السنين في مصر تبين ان الاسئلة الامتحانات الثانوية العامة عرفت قبل الامتحان، تسربت قبل الامتحان. وطبعا يعني عدد الاشخاص اللي بياخدوا امتحان الثانويه العامه في نفس الوقت الاف مؤلفه. صحيح. وكل الناس يعني افتكروا انه مش ممكن ابدا ان احنا هنقدر نصل الى المصدر وازاي الاسئله دي تسربت. طب وصلت ازاي يا دكتور عزيز؟ يعني انا ابتديت من اول واحد عرفنا ان هو كان معاه الاسئله. وهو اخذها من واحد تاني والتاني من واحد تاني، وفضلنا نتتبع خيط طويل وبصبر يعني بالغ. الى ان وصلنا ان تبين ان واحد من اللي بيشتغل في المطبعه اعطاها لابن صديقه. ومن ابن صديقه دي تسربت بقى الى